طلبوها في الصين وعادوا باتفاق إطار للمصالحة لا أكثر. قيل إنه قرب وجهات النظر ومنه سينطلقون. فتساءل الناس هنا عن مصير اتفاقات سابقة في مكة والقاهرة والجزائر وموسكو. ملف جاب العالم حتى وصل هذه المرة إلى الصين، ثم لم تصر المصالحة ناجزة. إعلان بكين حمل تفاهمات سياسية لا خلاف عليها، لكن جوهر الخلاف المكتظ بالتفاصيل غابت عنه الجداول الزمنية والتنفيذ بالنظر لتضارب البرامج السياسية بين من يجعل المقاومة نهجاً ومن يطلب السلام وفقاً لاتفاقيات موقعة مع إسرائيل. فحماس وافقت على الدولة الفلسطينية حسب قرارات الشرعية الدولية، وفي ذلك تناقض مع برنامجها السياسي. ومن بين نقاط الخلاف أيضاً أدوات النضال المطلوبة والسلاح الواحد والسلطة الواحدة. وهكذا كلما اجتمعت الأطراف اتسعت الفجوة، علاقة عكسية بين الاقتراب والحل. من اجتمعوا في بكين اتفقوا أيضاً على تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء الانتخابات في الضفة وغزة والقدس بعد انتهاء الحرب. وهنا تساءل الناس أيضاً، ماذا إن لم تنتهي الحرب بالشكل الكلاسيكي؟ وماذا إن رفضت إسرائيل إجراء الانتخابات في إحدى المناطق الثلاث؟ هل ستبقى المصالحة معلقة؟ وهل تسبق المصالحة نهاية الحرب أم العكس؟ يجب استثمار المصالحة في إنهاء الحرب، مش إنه إنهاء الحرب ثم نبدأ بالبناء على المصالحة. المصالحة من أجل إنهاء الحرب، المصالحة من أجل تحقيق الأهداف الفلسطينية. وبالمناسبة المصالحة لا تحل مشاكلنا، بالعكس هي تفرض علينا استحقاقات كثيرة، لأنه المصالحة قد تواجه بضغوط وحصارات وعقوبات، ولذلك المصالحة خيار نضالي. صحيح أن ثمن المصالحة سيكون باهظاً، قد تدفع الفصائل كلفته في شكل عقوبات من إسرائيل، ولكن ثمن الانقسام سيكون أكبر على المدى البعيد، يقول مراقبون، وهم من يعتقدون أن المصالحة تتطلب امتلاك القرار الوطني الذي أصبح مرهوناً بأموال تدفع لصالح أجندات دول تعبث في المشهد السياسي الفلسطيني وفيما هو أبعد. فراس لطفي، سكاي نيوز عربية، رام الله.